أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الثور الأربعاء 18 أغسطس عام 2021. سلح نفسك بالصبر وقم بإنهاء مهامك، لا تحاول إخفاء أخطائك، فالأفضل أن تتصالح مع اللوم لأنك تستحقها. أنت على وشك إفساد مزاجك بسبب بعض التسرع الذي أعاقك. ابحث عن طريقة لدمج طبيعتك الفنية في عملك وستكون ناجحا. إن تقييم سلوك الآخرين وسلوكك سيحميك من الأخطاء. إذا كانت لديك خطط تحتاج إلى مناقشتها، فأنت بحاجة إلى أن تكون حساسا وتشعر بالطريقة التي تريدها. أنت تتطلع إلى مكاسب مالية، تخلق التأثيرات السماوية إمكانية حدوث تحول ديناميكي للأحداث، لكن هذه فرصة رائعة لإجراء بعض التغيرات القوية حقا. هذا وقت رائع لأي نوع من السفر، كن مسؤولا خاصة الآن. عاطفيا، بالنسبة للممثلي هذه علامة الثور، سيكون الحب والعلاقة في مركز الاهتمام، لأن النجوم تتنبأ بفترة لا تنسى، حيث يمكن أن تتحقق العديد من الأحلام. تجنب المعارف الجدد بأي ثمن، حاول أن تكون هادئا. عادة ما تكون متحفظا جدا بشأن مشاعرك، وتفضل الاختباء خلف قشرة السخرية أو بعض الواجهة الأخرى، لكن هذا على وشك التغيير قريبا. إذا كنت خلف عجلة القيادة فاحذر ولا تتجاوز السرعة المحددة. هناك بعض التغيرات الواردة التي قد تمنعك من التعامل مع مهامك. على الرغم من ثقتك بنفسك، خطط لوقتك وفقا للأولويات. قد تجد صعوبة في التفكير في كيفية تحسين الأمور إذا كنت على استعداد لإجراء بعض التعديلات فقط وتحليل الموقف الحالي. أنت متعطش لمعرفة الجديدة وستحصل عليها بسهولة. مهنيا، في مكان عملك قم بإنهاء المهام التي تم تعيينها لك فقط، ولا تحصل على مهام جديدة. لكي تكون ناجحا عليك أن تكون أكثر عدوانية في أسلوبك. قد تجعل شدة عواطفك معروفة، وقد تجد أنه من المستحيل منع نفسك من الانجراف بعيدا في جنون من البهجة. نظرا لأنك تميل إلى التحدث بسرعة كبيرة، فقد تضطر إلى الإبطاء قليلا، وإلا فلن يتمكن من حولك من فهمك. تشجعك محاذاة الكواكب على تحديد أهدافك وخططك. خذ فكرة صغيرة واجعلها أكبر، ستأخذ مبلغا صغيرا من المال وستنمو. حان الوقت الآن لإعادة النظر في بعض أفكارك ومعتقداتك المتعلقة بوضعك الحالي. سوف تحصل على معلومات طال انتظارها. تنظم عطلة نشطة، رحلة متعلقة بالرياضة أو التنزه في الجبال أو الترفيه الثقافي. حاول أن لا تتشاجر بعد ما تحب اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.